تيتم الأطفال، هدمت البيوت لأجل أي شيء نسعى، أمرنا الألفة، المحبة، التسامح، المصالحة، المصالحة بين أبناء هذا الوطن. نسعى إلى أن تعم السعادة والفرحة كل بيت في ليبيا. نسعى إلى أن تكون كلمتنا كلمة واحدة. نسعى إلى الوصول إلى غاية خرجنا من أجلها، لم تكن غايتنا دنيا نعيشها. إننا خرجنا دفعا للوقت، إننا خرجنا دفعا للظلم. إننا لابد لنا أن نرضي شهداءنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ولتكن ليبيا رمز الاتفاق، وليكن كل ليبي فخورا بوطن قدم الرجال. ليبيا موطن الأسود، ليبيا تنفذ وصية الشهداء، ليبيا تنفذ وصية الشهداء، ليبيا تنفذ وصية الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, yeah, yeah.